وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. لله الأمر من قبل ومن بعد. هناك مؤخرا مؤشرات بحمد الله على تراجع الباطنين الحوثيين وقوات المخلوع وانشقاق ألية عسكرية تابعة له، وتزايد تنظيم قوات القبائل اليمنية وتسجيل نجاحات متزايدة في طرد الباطنية الحوثيين من مناطق القبائل مثل شيبة ومأرب، والأمل الباقي للحوثيين في الاختفاء والتمركز في أحياء قد يشنون منها حرب شوارع مستقبلا على القوات القادمة التي ستسيطر قبل انسحابهم إلى صعدة. والمخلوع يحاول التوسط للخروج بأقل الخسائر عن طريق البوابة العمانية، والقرار الأممي لصالح عاصفة الحزم يدل على رضوخ الزخم ومنطق القوة. وهناك هزيمة متوقعة إن شاء الله للباطنية ومرتقبة في اليمن، وهذا آثاره واضحة في عدم قدرة إيران على تكثيف إيصال مزيد من الدعم للحوثيين، وفشل مبادراتها السياسية ثانيا، وغيظ الشريك الباطني الشاطر حسن في نباحه المسعور ثالثا. الحقيقة أن الهوية العربية الإسلامية كانت ضائعة دوليا قبل عاصفة الحزم في خضم المخطط الأمريكي الإيراني الجاري تنفيذه. وأيضا يملك المسلمون قوة خفية لا يحسون بها إلا عند استعمالها. الكلام الآن يتجه إلى المشاركة في عملية جديدة في سوريا في زخم نجاح عاصفة الحزم، وهذا قد يفتح الطريق لتغييرات في بلاد الشام، وقد يفتح له دوليا أيضا من باب الاستجابة لمنطق القوة التي لا يفهم سواها بعض الأطراف الدولية. لكن في سوريا مؤشرات أيضا على تراجع المشروع الإيراني وهزائم الباطنية، مثل أولا انسحابات إدلب وحلب ولو رافقها مزيد تدمير، ثانيا اليوم أخبار عن انسحابات الحرس السوري وحزب الشيطان من مواقعها والتمركز حول دمشق، وهذا بطبيعة الحال ولا شك نوع من الهزيمة والانسحاب. ثالثا أخبار عن هروب عدد من مقاتلي النصيرية باتجاه اسكندرون تركيا وجبل محسن لبنان. لكن الحقيقة أن التحديات القادمة كبيرة، مثل إنهاء مشروع العاصفة في اليمن، ترتيب البيت اليمني، مواجهة الخنجر الحوثي في الخاصرة الجنوبية للمملكة، والتصدي للترتيب الإيراني الحاقد على الهزيمة المتوقعة والذي سيشن حرب استنزاف وخلخلة مستمرة من صعدة باتجاه حدود المملكة. البدء بعاصفة حزم سورية وإدهارها بنجاح مع ما يلزم ذلك من عتاد عسكري جوي لمدة غير معلومة. من التحديات أيضا احتمال مواجهة تعدد جبهات مفتوحة، وأيضا ترتيب البيت السوري، وأيضا مشروع إعادة الإعمار في الشام واليمن، وأيضا مواجهة مؤامرة الرد على عاصفة الحزم، وأي مخطط استدراج متوقع، لأن الباطنية وحلفائهم لا يمكن أن يسكتوا عن النجاحات المتوالية إذا حصلت، بل لن يسمحوا بإعادة تكرارها. وأختم بقوله تعالى واخذوا حذركم، وأن أجواء الحذر والمواجهة ومحاربة العدو مهمة جدا في نفض غبار الترف والفساد وإصلاح الانحرافات والعودة بالأمة إلى حياض الشريعة والتمسك بالدين، لا لنشوة فرح قبل تمام النصر، ولا لتوقف أثناءه، ولا لسكرة بعده، بل شكر لله ومواصلة وحذر. فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الداعية الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لكم.